بالتأكيد النجومية دي موهبة ويعني رزق من عند ربنا زي ما بيقولوا في الكورة في أي مكان، بالتأكيد هو رزق كبير جدا، حب الناس رزق من عند ربنا طبعا، ومن يرضى عنه الله يحبب فيه خلقه زي ما بيقولوا. أنا أتذكر إن العنوان الرئيسي للفرنس فوتبول سنة 1983 عندما تم اختيار كابتن الخطيب للكرة الذهبية كان بيبو وبين قوسين حبيبه، قالوا ان كلمة بيبو دي اصلا مش هي بيبو، دي هي حبيبه، حبيب الشعب المصري، حبيب الشعب الافريقي، فاحنا بنقول بيبو على اساس انه هو حبيبه. ده الكلام ده من 83، وانه النهارده ياما يتأصل وتمر السنوات الطويلة دي ويتأكد يوما بعد يوم أن الموهبة في كرة القدم، موهبة الأخلاق في كرة القدم لا تتجزأ وتستمر ويستمر العطاء بتاعها، فده يعني شيء رائع جدا. وبعدين في ناس تقول ما سر ان يعني يظل الخطيب أسطورة كرة القدم في أذهان وعقول وقلوب الناس حتى الآن رغم مرور 30 سنة؟ نقول للي بيسأل السؤال ده اسأل هذا، ممكن تسأل تقول بليه؟ ليه عايش لغاية دلوقتي في قلوب الناس كلها والبرازيليين والعالم كله؟ تقدر تقول مارادونا، ليه يعني الناس كلها ما زالت تحب مارادونا؟ الخطيب بالضبط لا يقل نجومية ولا يقل أدبا وأخلاقا وعلما وإدارة عن هؤلاء النجوم، فإحنا بالتأكيد سعداء به، وسيظل تظل جماهير كرة القدم المصرية على مختلف انتماءاتها سعيدة جدا بمحمود الخطيب.